صباح الخير طلابي صف الخامس، راح ناخذ درسنا اليوم المكعب الكامل والجذر التكعيبي صفحة 133. فكرة الدرس أتعرف المكعب الكامل، أتعرف الجذر التكعيبي، المفردات، المكعب الكامل، الجذر التكعيبي، الصورة الأسية للمكعب الكامل، رمز الجذر التكعيبي. بالجذر التكعيبي لازم تكتبون التكعيب، يعني تكتبون ثلاثة فوق الجذر. هسا نعرف شنو معنى المكعب الكامل. هو حاصل ضرب العدد في نفسه ثلاث مرات، يعني مكعب العدد يساوي العدد في العدد نفسه في العدد نفسه، ويساوي العدد تكعيب. هذا أسميه الصورة الأسية، إذ العدد يسمى الأساس وثلاثة اللي نسميها تكعيب تكون فوق العدد يسمى الأس. نأخذ فقرة أتعلم. لاحظ النماذج الآتية. هنا عندنا نموذجين نقدر نستعمل مكعب العدد لوصف عدد المكعبات الصغيرة. النموذج الأول يتكون من طبقتين، هاي الطبقة الأولى وهاي فوقها الثانية، بكل منها يعني كل طبقة 2 في 2 مكعبات صغيرة. إذن عدد المكعبات الصغيرة هي 2 في 2 في 2 تساوي 2 تكعيب وتساوي 8. نقول 2 في 2 يساوي 4 في 2 يساوي 8. النموذج الثاني يتكون من 3 طبقات، وبكل طبقة بها 3 في 3 مكعبات صغيرة. إذن عدد المكعبات بالنموذج الثاني هو 3 في 3 في 3 يساوي 3 تكعيب وتساوي 27. نقول 3 في 3 يساوي 9 في 3 يساوي 27، يسمى 2 تكعيب مكعب العدد 2 و3 تكعيب مكعب العدد 3. هسا طلابي راح ناخذ الأمثلة. عندنا المثال الأول، أجد مكعبات الأعداد 3 5 10. مكعب العدد يعني نضرب العدد في نفسه 3 مرات. مكعب العدد 3 هو 3 تكعيب يساوي 3 في 3 في 3 يساوي 3 في 3 يساوي 9 في 3 يساوي 27. مكعب العدد 5 هو 5 تكعيب يساوي 5 في 5 في 5 يساوي 5 في 5 25 في 5 يساوي 125. مكعب العدد 10 هو 10 تكعيب، وعرفنا يعني نضرب 10 في نفسها 3 مرات. 10 في 10 في 10 10 في 10 يساوي 100 في 10 يساوي 1000. لاحظنا أن كل من الأعداد 27 و125 و1000 هو حاصل ضرب الأساس في نفسه 3 مرات، فهي مكعبات كاملة. يمكننا تحديد إن كان العدد مكعباً كاملاً أم لا بتحليل العدد إلى عوامله الأولية. هسا وصلنا المثال الثاني، أحدد أي الأعداد التالية مكعب كامل. عندنا 64 216 320. إذا أكو عدد نضربه في نفسه 3 مرات ويطلع الناتج 64، يعني 64 هو مكعب كامل. شلون راح نعرف العدد؟ لازم نحلل
64 إلى عوامله الأولية. 64 الآحاد عدد زوجي، إذن يقبل القسمة على 2. 64 تقسيم 2، 6 تقسيم 2 يساوي 3، و 4 تقسيم 2 يساوي 2. 32 الآحاد عدد زوجي ويقبل القسمة على 2. 32 تقسيم 2 يساوي 3 تقسيم 2 يساوي 1، والباقي 1 نخليه يم ال 2، صارت 12 تقسيم 2 يساوي 6. 16 عدد زوجي يقبل القسمة على 2، 16 تقسيم 2 يساوي 8، أيضا تقبل القسمة على 2. 8 تقسيم 2 يساوي 4، 4 تقسيم 2 يساوي 2، و 2 تقسيم 2 يساوي 1. إذن 64 يساوي 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2. 2 في 2 يساوي 4، 2 في 2 يساوي 4، و 2 في 2 يساوي 4. إذن 64 هي حاصل ضرب 4 في 4 في 4 يساوي 4 تكعيب. إذن 64 هي مكعب كامل، لأن أكو عدد ضربناه ويا نفسه 3 مرات وطلع 64. هسه عندنا 216 راح نشوفها مكعب كامل لولا. أيضا نحلل 216 إلى عوامله الأولية. 216 الآحاد عدد زوجي يقبل القسمة على 2. 216 تقسيم 2 يساوي 2 تقسيم 2 يساوي 1، و1 تقسيم 2 ما يصير خطأ. رأسا نقول 16 تقسيم 2 يساوي 8. إذا 8 18 هذا خطأ، لأن إذا نريد نتحقق حتى نشوف العدد اللي طلع عندنا صح لو خطأ، نقول 18 في 2 يساوي 36، وإحنا عندنا 216 انتبهوا عليه، نقول 1 تقسيم 2 ما يصير، نكتب 0، يلا نقول 16 تقسيم 2 يساوي 8. إذن 216 تقسيم 2 يساوي 108. خلي نتأكد، نقول 108 في 2 تساوي 2 في 8 يساوي 16، نكتب 6 والواحد ينضاف فوق الصفر، 2 في 0 يساوي 0، زائد 1 يساوي 1، و 2 في 1 يساوي 2. إذن 216 صحيح. هسه نقول 108 عدد زوجي الآحاد 8 تقبل القسمة على 2. 102 تقسيم 2 يساوي 1 تقسيم 2 ما يصير، نقول 10 تقسيم 2 يساوي 5، و 8 تقسيم 2 يساوي 4. 54 تقبل القسمة على 2 لأن الآحاد زوجي. 54 تقسيم 2 يساوي 5 تقسيم 2 يساوي 2، والباقي 1 نخليه يم الأربعة، صارت 14 تقسيم 2 يساوي 7. 27 ما تقبل القسمة على 2 لأن الآحاد 7 عدد فردي. هسه نشوف تقبل القسمة على 3 لولا. إذا كان مجموع أرقامها من مضاعفات العدد 3 تقبل القسمة على 3، نقول 7 زائد 2 يساوي 9، وهي من مضاعفات العدد 3، إذا تقبل القسمة على 3. 27 تقسيم 3 يساوي 9، 9 تقسيم 3 يساوي 3، و 3 تقسيم 3 يساوي 1. إذا 216 تساوي 2 في 2 في 2 في 3 في 3 في 3، أو نقدر نكتبها بغير صيغة، نقول 2 في 3 في 2 في 3 في 2 في 3
2 في 3 يساوي 6 في 2 في 3 يساوي 6 في 2 في 3 يساوي 6. إذن ال 216 هي حاصل ضرب 6 في 6 في 6 يساوي 6 تكعيب. إذن ال 216 هو مكعب كامل لأن ضربناه 6 في نفسها 3 مرات طلع الناتج 216. ملاحظة ال 6 أس 3 هو العدد 216 بالصورة الأسية. هسه طلابي عندنا العدد 320، نشوفه مكعب كامل أو لا. نحلل العدد 320 إلى عوامله الأولية. 320 الآحاد صفر، عدد زوجي، يقبل القسمة على 2. 320 تقسيم 2 يساوي 3 تقسيم 2 يساوي 1، والباقي 1 نخليه يمن 2 صارت 12 تقسيم 2 يساوي 6، وصفر تقسيم 2 يساوي 0. 160 تقبل القسمة على 2 لأنها أيضا عدد زوجي. 160 تقسيم 2 يساوي 1 تقسيم 2 ما يصير، نقول 16 تقسيم 2 يساوي 8، وصفر تقسيم 2 يساوي 0. 80 أقسمها على 2 تساوي 40، 40 تقسيم 2 يساوي 20، 20 تقسيم 2 يساوي 10، 10 تقسيم 2 يساوي 5. هنا 5 تقبل فقط على 5، 5 تقسيم 5 يساوي 1. إذن 320 هي حاصل ضرب 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 5. 2 في 2 يساوي 4، في 2 في 2 يساوي 4، في 2 في 2 يساوي 4، 4 في 4 في 4 في 5. 4 في 4 يساوي 16 في 4 يساوي 64 في 5. إذن 320 ليس مكعبا كاملا لأن ماكو عدد أضربه في نفسه 3 مرات ويطلع 320. ال 320 هي حاصل ضرب 64 في 5. هسه راح نعرف شنو معنى الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي هو أحد عوامله الثلاثة المتساوية اللي من نضربهم مع بعض نحصل على مكعب العدد، ويرمز له هيجي. وقلنا لازم نكتب الثلاثة فوق الجذر. هسه طلاب رح ناخذ المثال الثالث. إذا كان طول الضلع صندوق من الخشب مكعب الشكل يساوي الجذر التكعيبي لحجمه، وكان حجمه 27 سنتيمتر مكعب، ما طول الضلع؟ أول شيء نكتب القانون طول الضلع المكعب يساوي تحت الجذر التكعيبي حجم المكعب، يعني نكتب أجذر حجم المكعب. من السؤال عرفنا كان حجمه 27 سنتيمتر مكعب، إذن الحجم 27 نجذرها يعني نحللها. تريدون بطريقة الشجرة أو حسب قابليات القسمة. هنا حللها بطريقة الشجرة، نقول 27 هي حاصل ضرب 9 في 3. التسعة عدد غير أولي، نحلل نقول التسعة هي حاصل ضرب 3 في 3. وهنا عندنا 3 عدد أولي ما يتحلل. إذن ال 27 هي حاصل ضرب 3 في 3 في 3. أكتبها بالصورة الأسية 3 أس 3. هسه